بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتقت لكم، يسعد صباحكم ويسعد مساكم يا رب. طبعا أنا قبل ما بلش بأي كلام ولا بأي شيء ولا بأي حتى ما بدي أحكي بالطبق، أول شيء بدي أقدم تحية طيبة كتير 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 للأنسة هبة والأنسة هديل العلبي، طبعا بسبب تابعتنا لصفحتنا دريم وصفحة دريم والفيس وتويتر وعم يتابعونا بكل مكان. أنا بدي أشكرهم جزيل جزيل الشكر لهبة وهديل. طيب، وبدنا نبلش هلأ اليوم أول شيء بطبقنا، بس بدي أحكي كلمتين قبل ما بلش بطبقنا اليوم. طبقنا هو اسمه مجدرة بالرز، طبق دمشقي شعبي. طبعا ردينا رجعنا لأيام الشام وطبيعة الشام وياسمين الشام وحلاوة الشام. طبقنا اسمه مجدرة، بشهر رمضان لحنا طبخنا مجدرة بالزيت، عملنا مجدرة بالزيت. أكلة هي شعبية صح، مشابهة بعض الشيء للكشري المصري، طبعا شوي صغيرة تشبهه للكشري المصري كطبق شعبي، كمان بيسوى طبق شعبي هي المجدرة، بس كل العالم بتحب هالطبق هذا لحلاوته وطعمته الطيبة. مجدرة الزيت هي بزيت الزيتون طبختنا، مجدرة الرز اللي هي مجدرة، هي مجدرة باللحمة، يعني هي باللحمة وهي بالزيت. سميت كاسم باسم المجدرة، طبعا قصة طويلة لحنا نحكي القصة ونحكي مقتطفات عن القصة، ليش سميت بالمجدرة ولا شو، ليش اسمها مجدرة، ولحنا عم نشتغل بطبقنا اللي هو طبقنا طبق اليوم بسبب ضيقة الوقت. دائما نقول الكلمة هي ضيقة وقتنا شوي صغيرة اللي هي رح تسببنا، يعني رح تكون ضيقة شوي مشان موضوع الطبق. طيب، لحنا أول شيء قبل ما نحكي بأي شيء، في عنا طبق سلطة وطبق لمجدرة الرز. رح ناخذ المقادير من الأستاذ عبد اللطيف، أستاذي الحبيب، أستاذ المخرج الكبير، تسلم إيديك يا غالي، شكرا لك أستاذ عبد اللطيف. طبق مجدرة بالرز، في عنا المقادير نص كيلو لحمة مفرومة أو مجرمشة، أوكي ماشي ما عنا أي مشكلة، واحد كوب عدس أسمر، اثنين كوب رز بسمتي، اثنين حبة بصل جوانح، واحد كوب زيت نباتي، رشة فلفل أسمر، ملح حسب الرغبة أو حسب الطلب. طبق السلطة طبعا اليوم سلطة ناعمة، سلطة ناعمة مرافقة لها الطبق هذا، ما بيتاكل الطبق هذا من غير السلطة هي. طيب، طبق السلطة هي حبة خس، عنا اثنين حبة طماطم، واحد حبة خيار، عنا حزمة بصل أخضر، عنا ليمون وزيت زيتون وملح حسب الرغبة أو حسب الطلب. طبق مميز، طبق حلو، طبق مرتب، طبق ولا أحلى ولا أروع من هيك. ومثل ما تعودنا ومثل ما حكينا، مطبخنا بستان فيه الحامض والحلو واللفان. اليوم رح نبلش، أنا قبل ما بلش أطلع على الهواء طبعا حطيت العدس، العدس بياخذ شوية وقت موضوع السلق تبعه، أنا أخذت العدس سلقته تماما، وطبعا أنا ما بدي إياه ليوصل لمرحلة يشلح العدس، يعني العدس يستوي كتير، لا أنا بدي أعطيه استوى بنسبة 70% بس، لذلك أنا سلقته ورميت المي تبعه وحطيت له مي نظيفة اللي هو قدامي هلأ. طبعا حنبلش أول شيء، لحنا هلأ أول شغلة قدامنا حلة، ناخذ حلة قدامنا، طبعا ناخذ حلة ممتازة كتير الحلة هي، حلة صغيرة بما أنه طبختنا ما لها الطبخة الكبيرة كتير. نطلع بالنار شوي، الله يبعد عنا نار جهنم يا حق. طيب، عندي الحلة، أنا بدي أخذ في عندي شغلة صغيرة اللي هو الزيت، طبعا في كتير شوان بيشتغلوها وفي ناس لا ما بتشتغلها. أنا قليت شوية بصل، أنا بدي أعطي تيست للرز، بدي أعطي تيست للرز، بدي أعطي طعمة البصل كمان شوي صغيرة، بيعطي تيست هايل مع اللحم. أنا قليت بزيت نباتي، مو زيت زيتون، زيت نباتي، قليت البصل المحمص قدامي أو المحمر للديكور من فوق. في كتير عائلات دمشقية أو عائلات سورية ما بيحطوا اللي هو البصل المقلي، البصل المقلي للمجدرة بالزيت، بس أنا طبعا جربتها كتير واشتغلتها كتير، عطت تيست رائع، تيست ولا أحلى من هيك تماما. حطينا مثل ما أنا شايفين، حطيت الزيت، أنا بدي أحط قطعة سمنة صغيرة طبعا مشان فلفلة الرز، مشان الرز يطلع روعة. هالمرة هي أنا ما حط اللحم على وش، ما حط اللحم على وش المجدرة، مجدرة الرز، لا رح أجي أنا رح حط اللحم بقلب المجدرة من جوا، رح حطها. طبعا أول شغلة رح قلي اللحمة تبعي، رح قلي اللحمة تبعي، أنا كمل اللحم شوي بصراحة زيادة شوي صغيرة، رح أخذ اللحمة. طبعا انا قلت لكم دائما انا العاده تبعي انا كشيف عبد الناصر انا ما بحب نزل على زيت حامي او سمنه حاميه، ليش؟ انا ما بدي اياها
يعني فورا تاخذ تلدع الحراره او الحراره يعني ما بدي اياها تاخذ لدعه اللحمه. لدعه اللحمه ما بدي اياها تاخذها ابدا. ومثل ما انا شايفين هلا احنا حنقلبها طبخه سريعه ما بتاخذ اكثر من ربع ساعه مع السلطه تبعها. طبعا ونحن عم نقلي اللحمه ونحط بهاراتنا ونحط التتبيله الحلوه الظريفه في معنى تليفون مبارح ما سمعنا صوتها ست الكل ست أميرة. الله يسعد صباحك ويسعد مساكي يا ست الكل. ألو خير يا شاف. يسعد صباحك ومساكي يا ست أميرة شلونك؟ الحمد لله كيفك عامل إيه؟ أنا عليك مبارح بصراحة. أنا بعتذر والله أنا بس حصلت مشكلة عندي في التليفون فما عرفتش أكلمك. أنا بعتذر لك. ما في مشكلة يا ست الكل يا غالية شو المهم نحن قلنا عليك مو أكثر من هيك. تسلم ربنا يخليك. على فكرة الحق عليك أنت عودتينا على حالك بصراحة. على طول معاكم إن شاء الله بإذن الله. لك ربي يوفقك. جمعة مباركة لحضرتك وعلى كل الموجودين في قناة دريم. يا ربي يوفقك يخلينا ياكي يا غالية. تسلم يا رب. أنا بس لو تسمح لي أنا ليا تعليقين وطلب لو ما يسمحوا لي يعني. عم نسمعك يا ست الكل احنا معك ربنا يخليك تماما 100%. تفضلي يا ست أميرة. يمكن القناة الوحيدة اللي بتبقى لايف وموجودة ومطبخ دريم هو المطبخ الوحيد اللي بقى موجود يوم الجمعة. تمام. يعني أنا بهنيكوا عليه بصراحة يعني ده اكسكلوسيف إن كل القنوات بتعتبر تقريبا أجازة يوم الجمعة. أنتوا بتضحوا بأجازتكم وموجودين معانا طبعا أكيد نسبة مشاهدة يعني للسماء. تماما. القناة الوحيدة اللي بتبقى لايف وبتبقى موجودة مباشر ومطبخ دريم هو المطبخ الوحيد حتى القنوات المتخصصة تبقى أجازة يوم الجمعة. أنا بحييكوا وبشكركوا عليه بصراحة. ربي يوفقك واحنا بنحييكي يا ست الكل. تسلم لي. تعليق التاني بس أنا البرومو الرائع الجميل بتاع حضرتك اللي بنشوفه دايما الخميس والجمعة أنا مش عارفة مين اللي عمله أستاذ عبد اللطيف أو الإكزيكتيف دايركتور يعني رائع الحقيقة أنا بهنيه عليه بصراحة. ربي يخليك يا رب. ربي يعني أكثر من رائع. أنا أتمنى بس إنه يبقى في برومو كمان جديد على السنة الجاية إن شاء الله يبقى برومو جديد جميل نشوف حضرتك وينزله لنا بقى كمان يعني ينزله لنا على الصفحة عشان نفتكر الحلقات الحلوة الجميلة بتاعت حضرتك في رمضان كمان. عيوني لك يا ست أميرة والله العظيم أنت ثبتي بالكلام وحكيتي والله العظيم أنت ثبتي. كنا عم نتناقش بالكلام من يومين تمام بالاستوديو هنا كنا عم نتناقش مع الإدارة الحبيبية يعني أنا من عيلة دريم فعشان كده زي ما بكون قلبي حاسس يعني. والله كنا عم نتناقش وهلا كمان في كمان جاي كمان رح يكون في يعني بريمو يعني رح يكون طريقة كتير حلوة ومرتبة إن شاء الله رح نتذكر الحلقات القديمة كلها تبع شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله. أنا بس يعني بحيي الأستاذ عبد اللطيف أو المساعد يعني أنا مش عارفة مين اللي عمله بس هو أكتر من رائع وأتمنى يبقى برومو أحلى كمان السنة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله بنوعدك رح يكون صدقيني رح يكون. يمكن أنا باخد بالي من تفاصيل بسيطة بس يعني يمكن أنا بعتبر نفسي واحدة من عائلة مطبخ دريم أكيد يعني أظن يمكن حاجات بسيطة شوية بس يعني بتبقى لطيف يا ست الكل. انت اكيد من مطبخ دريم وانت معنا من بدايه ما بلشنا بمطبخ دريم لهاللحظه وكل الساده المشاهدين بيعرفوا الكلام هذا كلهم بيعرفوا انه انت مع ورايك بهمنا وكلامك بهمنا تماما. هذا ده راي كل مشاهدينك يعني مش رايي انا بس كل المتابعين والمشاهدين البرنامج اكيد انا يعني جزء بسيط من ارائهم يعني انا متاكده ان كلنا بنجمع على الاراء دي تماما. تسلم يا رب. وليه بقى طلب يعني طلب عند حضرتك. عيوني لك تفضل يا ست الكل. يعني انا باكل اكل سبايسي جدا جدا بدرجه ان انا بحط ساعات الفلفل الهندي عارف حضرتك الفلفل الهندي تماما سبايسي بشكل يعني فظيع فايدي بتبقى مهما حاولت ان انا اشيل السبايسي او الطعم السبايسي من ايدي هي بتبقى مشكله جامده. لو حضرتك تقول لي اعمل ايه مثلا علشان اخلي ايدي يعني ما تجيش او ان انا ايدي تبقى شويه السبايسي يروح منها يعني انا سمعت ان ممكن احط حاجه او ادهن حاجه او احط زيت او حاجه يعني مش متاكده. عيوني لك يا ست اميره على عيني وراسي رح جاوبك رح اقول لك هلا مشان موضوع الحراق او السبايسي او الفلفل في كثير ستات بالبيوت عم يعانوا من هالموضوع هذا موضوع الحراق بالايد بعد ما يفرموا الفلفل عم يضل ماسك بايديهم وما عم يطلع من ايديهم. بالظبط. عيوني لك يا ست الكل. كمان انا حضرتك كنت قلت في حلقه من الحلقات ان 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 معظم المطبخ السوري بيبقى قايم دايما على اللحوم الاضاحي مش البقري او الجاموسي اكتر. تماما. فانا هستغل بقى الفرصه دي انا عندي لحم جديان. تماما. الحقيقه مش عارفه اعمل ايه يعني يا ريت بتقول لي اكله بتبقى قايمه على لحمه الجديان غير ان انا اسلقها. عيوني لك يا ست اميره كمان راح اقول لك هلا كمان لحمه الجدي شو اللي بيناسب اي اكله واي طبخه وشو الترتيب تبعها 100% كمان راح اجاوبك يا ست اميره طلباتك مو طلبات لا
طلباتك أوامر يا ست الكل. عيوني لك يا ست أميرة. راحت ست أميرة؟ تمام. طيب ماشي ماشي. أنا بشكر تليفونك يا ست أميرة جزيل الشكر، وراح جاوبك على موضوع الفلفل الحراء، وراح جاوبك كمان على لحمة الجدي، بس لنستقبل اتصال. معنا الست حنان. ألو، الله يسعد صباحك ومساك يا ست حنان. ألو. السلام عليكم. ألو. 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 ست حنان. ألو. يسعد لي صباحك ومساكي يا غالية. ألو. 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 معاكي يا ست الكل. معاكي يا ست الكل. ازيك يا شيخ؟ طيب ست حنان اسمعيني من التليفون، اسمعيني من التليفون، خلينا نوصل التلفزيون شوي مشان اقدر اتفاهم انا وياكي واحكي انا وياكي. ماشي حاضر. ماشي يا ست حنان. طحينة؟ ألو. ألو. طريقة الطحينة يا ست حنان. طحينة السمس. شوفي طحينة، الطحينة اللي الطحينة المصرية أو الطراطور، الطراطور السوري اللي هو طحينة وليمون وتوم وبقدونس. لا طحينة السمسم المصري. الطحينة المصري؟ عيوني إلك الطحينة المصري بالسمسم، على عيني وراسي يا ست حنان. عيوني إلك يا غالية. على عيني وراسي، بتأمري أمر. راح جاوبك كمان معنا ست حنان ولا طلعت برا الهواء؟ طيب شكرا إلك وأنا بشكر اتصالك يا ست حنان، راح جاوبك كمان لا وندردش. لحن مثل ما شفنا انا بلشت بالسلطه كمان، حطيت الخس، حطيت الخيار والطماطم والبصل الاخضر، قليت اللحمه، اللحمه تبعنا على الهواء تستوي، سريعه الاستواء السريع. انا مباشره رح نزل الرز، رح اقلي الرز مع اللحمه، رح اقلي الرز مع اللحمه. انا حاطط البهارات تبعاتي مثل ما انا شايفين، انا قليتها بالطريقة هاي. هلأ مثل ما انا شايفين قليتها كلها مع بعضها، قليت الرز مع اللحمة كله مع بعضه. هلأ هاخد المي، مية العدس رح نزلها. طبعا مية العدس اللي عندي انا هون العدس مستوي، اخذ نسبة 70% استوى مثل ما انا شايفين بالطريقة هاي. طبعا المي انا قايم المي، رامي المي وحاط مي جديدة، هي ملاحظة أساسية وضرورية. أنا قايم المي مثل ما أنا شايفين بالطريقة هاي. طيب هلا رح يستوي كله مع بعضه، الرز مع العدس مع اللحم، اللحم كله مع بعضه، السمنة والزيت حطيناه هون، أعطينا تيست البصلة فيها، طبعا ميتنا قليلة بس أنا عم حاول أخذ أطراف كلياتها، رح أخذ أطراف كلياتها. طبعا في شغلة صغيرة بالشام بيعملوها بالرز المصري، بالرز المصري بيعملوها، بس انا بحب اكتريه الاكلات يكون بالرز البسمتي، شكل وطعمه الرز البسمتي رز اخف كطبخ. طيب مثل ما انا شايفين ناقصنا شويه مي، راح نحط الميات تبعتنا وبعدين نسكرها مشان تبلش شو بالاستواء تبعها. راح نجاوب اول شيء الست اميره، الست الكل، راح جاوبك على موضوع اول نقطه. خلينا نحكي اول شيء بالجدي، راح نحكي اول شيء بالجدي اللي هو طبعا احنا في عنا اكله دمشقيه قديمه اسمها، في كثير سوريين عم يتفرجوا علينا هلا رح يلفظوها قبل ما احكيها، اللي هي الجدي بالزيت. الجدي بالزيت اكله رائعه تتقدم بجنبها البطاطا البوريه، بجنبها ممكن يتقدم البطاطا البوريه قدامها. شايفين هيك؟ رح ندردش ونحكي، بس احنا مثل ما احنا شايفين نحطت يعني النصبه تبعها اللي هي المي والعدس كله حيستوي مع بعضه. هلا بعد دقيقتين تماما حنرفعها على التهدايه، خليها تغلي مزبوط. طبعا جاوب الست امير، الجدي بالزيت هي تسويه بالفرن لها صوص معين، وبنحط تحتها فرشه خضرة اللي هو الجزر، البصل، البطاطس، بنحط تحتها الكرفس، بنحط تحتها وبنحط اللي هي شقف اللحمه، اللحمه بنحط بعظمه او بعظمه او لحمه موز، لحمه كبيره، بنحط بالفرن وبنحط عليها شوية مية طبعا تتمرين هي بزيت الزيتون والليمون، الملح والفلفل بنحط معها، طبعا ممكن شطة شوية صغيرة، اوكي ماشي، كلها بتتبل مع بعض، بتتبل اللحمة بتنفرد فوق الخضار كلياتها، وبتنحط عليها ورق سيلفر وبتخش الفرن. بعد ما تطلع من الفرن بناخذ الجوز تبعها، الخضار اللي المية طلعت منها بناخذها تماما، وممكن نربطها بشوية نشا، شوية كورن فلور او نشا نحطها هيك شوية صغيرة، وخليها صوص قدامها، وقدامها بطاطا بوريه. الشغله الثانيه المنسف العربي كمان باللحم الجدي، كمان طيب كثير لحم الجدي، ممكن نسلقه
سلق عادي ممكن نقلبه أول قلبي ونرمي المي تبعه ونرد نرجع مي جديدة نحط له باقة عطرية خشنة اللي هي البهارات الخشنة، وممكن نحط له شقفة بصل على شقفة جزر وشقفة كرافس ونخليه يغلي كلياته مع بعضه ليستوي اللحم 100%. بعد ما يستوي منطلع منلاقي سمنة، بنجيب السمنة اللي هي سمنة يعني تكون سمنة حلوة أو سمنة ظريفة ومنقلي فيها شوي اللحمة لحتى تاخد لون الحمار، أو مندخل الفرن ندهنها بالسمنة مندخل الفرن لتاخد لون الجولدي أو لون الذهبي، ومنطلعها المي اللي سلقنا فيها نطبخ فيها الرز ومنصفها كلياتها من فوق لحمة الجدي منصفها عليها بعد ما تستوي 100% تصير نيفة يعني يصير كريم، تنحط من فوق كلياتها وبنرش على وشها بقدونس مع المكسرات الصنوبر والكاجو واللوز وصحتين وألف ألف ألف عافية. أما كمان رح أجاوبك على موضوع الحد ورح نحكي بالطحينية تبع السمسم كمان، بس أول شيء خلينا نحكي بالسلطة هلا مشان بس موضوع الوقت. نحن حطينا مكوناتنا كلياتها، الخضرة تبعنا كلياتها حطيناها تماما، وطبعا ما صفى غير الملح، نحط لها الملح ونحط الليمون. هلا أنا عندي حطيت الخضرة كلياتها، هلا بدي أحط الليمون، طبعا هي روح الليمون السلطة. وبعد ما حطينا الليمون والخضرة في عندي زيت الزيتون، حط زيت الزيتون فوقها كلياتها بالطريقة هاي. وبعد ما حطينا زيت الزيتون لحنا رشة ملح تماما، ومنجي بقى منقلب السلطة مع بعضها كلياتها. هاي السلطة مع مجدرة الرز لازم ضروري. ليه سميت مجدرة؟ طبعا كانت وراها زمانا الحكي من أكثر من 200-250 سنة أو 300 سنة وراها قصة هالموضوع هذا. كانت ست من ستات البيوت الدمشقية القديمة كانت هالأكلة روح روح روحها من الدنيا، أكلة المجدرة، أكلة المجدرة لسبب هل كان عندها مرض مزمن. هالمرض المزمن طبعا الله يبعد عنه كل العالم، كان هو الجدري أو ما يسمى بالجدري، كان هالمرض هذا عندها. وطبعا ساوت هالأكلة وعجبت العالم كثير هالأكلة هي، وسميت على 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 حسب وضع هالمره هي لانه كان اسمها كثير غريب، او هي المخلوقه يعني كانت يعني اسمها شوي صعب، لذلك يعني بسبب تعبها او مرضها سميت الاكله على اسمها. هل اكله المجدره مجدره الزيت طبعا، وبعدين الستات زبطوها هني وركزوها سووها اللي هي مجدره اللحمه عم نشتغل احنا اليوم، اما هي الى ماضي قديم. طيب لحنا اول شيء حاسكم بالسلطه، مشان اطلع من السلطه بكون استوى عنا المجدره الرز او مجدره الرز باللحم. راح نحط احنا هلا السلطه عنا ونسكبها قدامنا مشان ناخذ السلطه الظريفه السلطه الناعمه عنا، ناخذ السلطه سلطتنا السلطه الناعمه. لازم هالسلطه هي أساسية قدام مجدرة اللحمة، أساسية دائما بقول أساسية. لازم، في ناس بيحبوا اللبن لبن الزبادي، في ناس بيحبوا لبن الزبادي، وفي ناس والنسبة 90% بيحبوا اللي هي السلطة. في عندي وردة للسادة المشاهدين، أنا عملت هيك وردة حلوة ظريفة، رح حط قدامي صحن السلطة واجي شوف أنا شو المجدرة تبعي. يا سلام، ممكن نرفعها لورا شوي وناخذها على التهدي. طيب مشان موضوع الحد يا ست الكل، ست اميره قالت لنا حكينا بموضوع الجدي وقلنا لك يا منسف يا جدي بالزيت، هون شغال وهون شغال، وفي اكلات كثير للحم الجدي كثير اكلات، بس احنا خلينا باكلتين هلا مشان ما نقدر نقعد نحكي كثير بالموضوع ده. اما احنا موضوعنا موضوع الفلفل الحار اللي بيجي على الايدين، في كثير ستات عم يتعذبوا بهالموضوع هذا. في عنا خلطه انا ممكن اقول لك اياها الخلطه على الهواء، ممكن تساويها اي ست في بيت ضمن البيت بتروح الحد مباشره، اللي هو الخل الابيض. مع الخل الابيض بنحط الماء زهر تماما، وبنحط الخل الابيض وماء زهر، وبنحط بشره الليمون. الليمون بيبشروه على المبشره، بينزلوا يعني بشره الليمون الاصفر او الاخضر او الذي، وبيخلطوه مع بعضه، وبتتاخذ بالايد فرك بالايد بين الاصابيع تماما، منه بنظف الايدين من اي شيء تماما، ومنه بنفس الوقت كمان بيعطيه ريحة طيبة، وبنفس الوقت كمان بيروح كل الشطشطة، بيروح كل الحد من الإيدين. مجرد ما أخذت هالمي هي اللي هي ثلاث مكونات بس فقط لا غير، اللي هو الخل قلنا، وشو قلنا كمان الماء زهر أو الماء ورد، شغال ماء زهر أو الماء ورد، وبشرة الليمون.
ممكن الثلاث مكونات ناخذها نفرك فيها ايدينا تماما، نفرك فينا ايدينا طبعا بعد ما نصوب ايدينا، نصوب ايدينا نفركها بعدين نشطف ايدينا بالمي تماما. الماء زهر الصح بيعطي ريحه طيبه، وبنفس الوقت الخل والماء زهر مع بشره الليمون غير الريحه الطيبه بتروح الشطشطه او بتروح الحد من الايدين. هي النقطه الثانيه للست الست اميره. اما نحكي مع الست حنان اللي طلبت منا كمان موضوع الطحينيه. الطحينيه طبعا انا يعني انا ما فهمت قصدها شو هي تماما. الطحينيه قالت لي طحينيه السمسم. هلا في كذا معنى لها، في الطحينه اللي بتتقدم بالاكل، وفي الطحينه طحينيه السمسم اللي هي في عندنا هون في اكل ما بعرف شو بنسميها هون بمصر اللي هي سمسم. سمسم سمسم عادي بتاكل هيك سمسم، طحينيه السمسم بسموها كمان او الطحينيه. وفي الاكل الثالثه اللي هي حلاوه الطحينيه الدمشقيه كمان اللي تنعمل مع زيت السمسم. فهمت شلون؟ ثلاث شغلات اللي احنا في عنا بموضوع الحلاوه او موضوع الطحينيه، لطحينه السمسم. طحينيه السمسم وانا بعتقد والله اعلم طحينيه السمسم اللي هي الحلاوه الطحينيه، الله اعلم. طبعا انا ما قدرت اسمع منها صح او ما قدرت افهم منها الست حنان بكل ماشي ماشي. بالاعداد تحت الشباب عم يقولوا لي الطحينه العاديه. طيب اوكي ماشي، لحنا نقول على الطحينه العاديه، بس عم اقول لك الطحينيه او كلمه الطحينه تنجر لكثير معاني او كثير كلمات. اما الطحينيه اللي بتتقدم هي بضمن الاكل، يعني بتنحط بجنب الاكل، الطحينيه هي عباره بسيطه جدا جدا. هون بمصر بحطوا لها الماء الفاتر مع الطحينه، بنزلوها بنزلوا بقلبها شطه وبنزلوا بقلبها كمون كزبره يابسه وملح وبيضربوها طحينه ومي فاتره. انا عندي شخصيا اذا طريقتي انا عم بحكي عن طريقتي انا، طريقتي انا هي الطحينه تماما بدل ما اضربها انا بالمي الفاتره بضربها بالليمون او بالليمون او باللبن الزبادي. يعني طحينه لبن زبادي ليمون اوكي ماشي معاه، وبنحط معه ثوم اذا حبينا تماما. ما في مشكله بموضوع البهارات، ممكن فلفل اسمر، ممكن رشه بهارات مشكله، ممكن ملح ماشي اوكي بتنخلط. اما كلمه طراطور، انا عنيت كلمه طراطور كمان برضه طحينه تبع السمسم، كمان طحينه تبع السمسم، بس طراطور هي بنزاد عليها اللي هو البقدونس. تتقدم مع كثير اكلات، مع المشاوي بتنحط، بتنحط بجنب رز، بتنحط بجنب كثير اكلات. اما هي بتنحط مكوناتها طحينه لبن زبادي ليمون تماما بقدونس، وبنحط ملح فلفل اسمر، بنحطه كلهم مع بعضهم. طيب ماشي يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي يا استاذ محمد. طيب نحن نطمن على رزنا. يا سلام، الله الله الله، مثل ما انا شايفين نفش الرز وكله مع بعضه استوى، بس عن خليه دقيقتين، بس دقيقتين، مع انه هو معنا لحنا ثلاث دقائق، ثلاث دقائق ورح نسكبها فورا. استاذي الحبيب استاذ محمد استاذ عبد اللطيف، عيوني الك يا غالي، رح نطلع بالاكل هلا مباشره. لحنا مثل ما انا شايفين اكلتنا جاهزه اذا الله رد. يا سلام ويا عين، اكلي ولا اروع من هيك، صدقوني والله العظيم. كله استوى مع بعض، كله استوى مع بعض. ممكن احنا بقى شو الله 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 على الروائح الطيبة، الله على الروائح الطيبة، يا سلام ويا عين. طيب لحنا مثل ما انا شايفين حطينا مجدرة اللحمة، مجدرة الرز. هلأ شو حنساوي؟ حناخد اللي هي البصلة اللي احنا حمصناها بشوية زيت قليناها قبل الحلقة بشوية صغيرة، هي عبارة عن كرنشي. على فكرة برد برجع بقولكم عائلات كتير ما بيحطوا البصل المقلي على وش مجدرة الرز، كتير ناس، بس انا كطريقتي انا جربتها طلعت رائعه، وبنفس الوقت طعمه ولا اروع من هيك ولا احلى من هيك. ماشي يا حبيبي، معنا تليفون. مياده، ست مياده، الو. سلام. الو الو، يسعد صباحك ويسعد مساكي ست مياده، من منصوره وعلى راسي وعلى دماغي. ألو. من فوق اهل المنصوره. الو يسعد صباحك ويسعد مساكي ست مياده، نوص التلفزيون شوي صغيره. من فوق اهل المنصوره.
منور التلفزيون شوي ست ست ميادة. منور التلفزيون شوي زين. ألو. ألو. منور التلفزيون شوي ست ميادة. بس اسمعيني من التليفون ست ميادة. حاضر. معايا؟ أهل المنصورة حبايب قلبي، أهل المنصورة على راسي وعيوني من فوق. الله يخليك يا شيخ. يسعد صباحك ومساكي يا غالية. خليك. ازيك يا ست ميادة؟ كويس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، أنا مبسوط بسماع صوتك يا ست الكل. وأنا كمان والله، على فكرة أنا أول مرة أكلمك. لك يا ميت أهلا وسهلا فيكي، شرف إلي أنا إنه عم بسمع صوتك لأول مرة. شرف إلي وشرف عظيم يا غالية. الله يخليك يا شيخ. امريني امريني يا غالية. عايز أعرف مع المكرونة البشاميل. عيوني إلك، عيوني إلك، بس الأسبوع القادم يوم الخميس إن شاء الله القادم حجاوبك على المكرونة البشاميل يا سيدة ميادة، بوعدك إن شاء الله حجاوبك على المكرونة وعلى عدة أصناف من أنواع المكرونة، وعيوني إلك. معنا ست ميادة؟ معنا سيدة؟ طيب أنا بتشكر اتصالك، بتشكر اتصالك، بتشكر اتصالك، وبعتذر بسبب ضيق الوقت، بسبب انتهاء يعني البرنامج عنا شوي وقته شوي ضيق. بقى أنا بعتذر من حضرتك، معلش الأسبوع الجاي أنا رح جاوبك وراح أحكي معك الأسبوع الجاي، رح أقول لك على طريقة المكرونة البشاميل. طبعاً بنهاية حلقتنا اليوم أنا يعني بدي أشكر كل المتصلين اللي اتصلوا فينا، كلهم أنا بشكرهم جزيل الشكر، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع القادم رح أشوفكم. وهلأ كمان بشكر السادة المصورين اللي عم يتعذبوا معنا ويشتغلوا معنا، وبالإعداد والأستاذ المخرج الأستاذ عبد اللطيف ومحمد وإسلام والشباب كلياتهم، وبشكر برضو مرة تانية السادة المشاهدين كلياتهم. إن شاء الله معكم الخميس القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.